قيم الويلزي إيان راش أسطورة ليفربول والهداف التاريخي للنادي في موسم واحد، الموسم الأول للدولي المصري محمد صلاح بين أسوار أنفيلد، مؤكدا أن تتويجه بالألقاب هو أهم ما يميزه عن مومو. وقال راش في تصريحات نقلتها صحيفة ESPN الأمريكية: حتى أقول الحقيقة، تشعر بأن صلاح لاعبا لا يقهر، الأمر كله يعود إلى الثقة، عندما تلعب بشكل جيد هكذا تعرف أنك ستسجل. وأضاف صاحب 56 عاما مساء يوم الجمعة: عندما تكون في القمة تجرب كل شيء وتحاول فعل كل شيء، سواء بقدمك اليسرى واليمنى وبرأسك وبكل شيء. وأكمل: إذا لم تكن واثقا في نفسك فستصبح خائفا من تجربة هذه الأشياء، هذا هو الفارق، لأنك تعرف أن 9 محاولات من أصل 10 سيتم إهدارها. وأوضح: أعتقد أن صلاح في التدريب يفعل نفس الشيء، إذا حصلت على فرص فمن المرجح أنك ستسجل، لكن إذا فكرت في الإصابة فستصاب، إنه يشعر بالراحة خارج الملعب أيضا. وتبع إيان راش الهداف التاريخي لليفربول: سمعت أن بعض لاعبي ليفربول يقولون إن صلاح رائعا في التدريبات أيضا وليس فقط في المباريات. وأحرز صلاح 36 هدفا مع ليفربول، وأمامه فرصة خلال 9 مباريات المتبقية هذا الموسم على الأقل لتسجيل 12 هدفا إضافيا، ليتجاوز الرقم القياسي لراش 47 هدف في موسم 1983-84. وقال راش: عندما حقمت الرقم القياسي لروجر هانت أخبرني أن الأرقام القياسية خلقت لكي تحطم، بالطبع تريد الاحتفاظ بأرقامك لكن لا تمانع أن يتم كسرها، لأن ذلك يعني أن ليفربول يؤدي جيدا. وواصل: ربما الفرق بيني وبين صلاح أنني أحرزت 47 هدف وفزنا وقتها بثلاثة ألقاب، وهذا ما يجب أن نبدأ به، إنه الأمر الرائع تحقيق إنجازات فردية، لكن أنا مسرور أكثر لأننا فزنا بثلاثة ألقاب هذا الموسم. ووجه راش عدة نصائح لصلاح: يجب أن تتطلع إلى تطوير نفسك في كل مرة، الموسم المقبل سيبحث الناس عنك وسيخرجون قائلين إذا توقفت عن اللعب فسيتوقف ليفربول عن اللعب والفوز أيضا. وأتم أسطورة ليفربول تصريحاته عن صاحب 25 عاما قائلا: يجب أن تتحسن في كل موسم لأن المنافسين سيفعلون نفس الشيء، وإذا لم تطور شيئا أو أكثر في نفسك فأنت لن تفعل ذلك أبدا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.